مرتبة الفوز للمنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف واحد. الكوتش حققتوا أو انتصار المنتخب الوطني للمنتخب البرازيلي، كشفتوا المباراة اللي فجأة زرتوها؟ سيتي سورتو مع الجهة ديال الرمضان، مي كنا كنتسناو الماتش اللي غيتلعب في لي ديتاي بحال في كأس العالم، وهادشي اللي طرا. بان لي بروميير ميتون كنا أن تخي أو نيفو، نيفو ديال كأس العالم، كنا مكونسونتري، حطنا بزاف د الكواري، مشينا لشكا ماركينا. وحد دوزيام ميتون يمكن الخرجة ديال حكيم ديال حكيمي ما عاونتناش، باسكو كي حطينا ديك ليكيليبر مع مزراوي كوش فرزتنا شويه. لا بليسيور ديال عز الدين وسي امرابات اللي كان مريض السيمانه كامله اللي دخل اليوم بان في دوزيام ميتون. بالحق اللي عجبني في دوزيام ميتون هي ماتروبوش داري، واخا وعاد الجمهور كنا بغينا نربحو اليوم بلادنا مور المونديال، وهادشي اللي تراه حنا فرحانين باسكو المرة الأولى للمغرب تربح البرازيل في ليستواغ، ليكيب بخوميييغ في كلاسمون فيفا، ميم سي لو مانك دي جوار، سارس اون ايكيب دو تخي أو نيفو، تحنا مع لي بليسيور مع شو نوطرا، ونساكروشي هي لا مونتاليتي ديالنا، هادشي اللي بغيت نوصل، إي ميرسي أو بوبليك، بغيت نقولهم فغيمون ميرسي، صراحة الجمهور ميمكنش، هاد الحب اللي كيحطونا، عاونونا ملي كنا دون ديو، إي أرغيفي جو بونس سي إن بيل فيكتوار، إن بيل فيت. انا خصنا نريكوبيري بزاف باسكو دون دو جو عندنا ماتش مع البيرو، خصنا نسافرو غنشوفو واش نحتاج دي مينوت دو جو الدراري اللي كيستاهلو باش نشوفوهم. بالحق دي فوا تو بونس اوسي او كلاسمون فيفا، تو بونس في المستوى، بالحق اون فيرا كيفاش اون فا بونسي بارابور او بروشان ماتش. مي ميرسي اليوم او جوار.